استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي وفداً من رجال الأعمال والمستثمرين المصريين من القطاعات الصناعية المختلفة، وأكد الرئيس السيسي حرص الدولة على استمرار التفاعل المباشر مع المستثمرين ومجتمع رجال الأعمال الذي يمثل نجاحهم دعماً للمسار الذي تنتهجه مصر نحو التنمية الشاملة، فضلاً عن الاهتمام بتحفيز الاستثمار والتعامل مع كافة الشواغل التي تواجه رجال الأعمال الوطنيين بشكل حاسم. وشدد الرئيس السيسي على حاجة مصر لكل سواعد أبنائها للمساهمة في تطويرها وتنميتها وتغيير واقعها إلى الأفضل، خاصة أن مصر باتت تتمتع بمعايير القدرة على الانطلاق وفق فرص حقيقية. قالت السلطات الأوكرانية إن هجمات روسية دمرت 400 هدف من البنية التحتية، منها 45 للطاقة منذ 10 أكتوبر. وأضاف الرئيس الأوكراني زيلينسكي إن القصف الروسي دمر خلال أسبوع تقريباً 30% من محطات الطاقة، بينما انقطع التيار عن مناطق عدة بما فيها كييف بعد ضربات جديدة استهدفت منشآت حيوية. تتواصل فعاليات المرحلة الثالثة من الندوات التوعوية بالجامعات المصرية والتي تنظمها مؤسسة حياة كريمة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. وعقدت ندوة اليوم في جامعة الفيوم بمشاركة عدد كبير من الطلبة، وتستهدف تقديم التوعية بالمشروع القومي لتطوير الريف المصري لشباب الجامعات وتعريفهم بالجهود التنموية المبذولة على الأرض. وصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة حملاتها للتصدي للجرائم التموينية، حيث تمكنت من ضبط 60 طن دقيق بلدي مدعم و11 ألف عبوة زيت مدعم و20 طن سكر تمويني قبل بيعها في السوق السوداء. كما تمكنت أيضا من ضبط نحو 33 طن سكر وأرز أبيض ومكرونة غير معلن عن سعرها، تم تجميعها لحجبها عن التداول بالأسواق لبيعها بأزيد من سعر المتداول وبأسعار السوق السوداء في عدد من المحافظات. يشارك 97% من 52 دولة في الدورة 44 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي المقرر انطلاقه في 13 نوفمبر المقبل. وقال الفنان حسين فهمي رئيس الدورة الحالية خلال مؤتمر صحفي إن المهرجان يعد من أهم 14 مهرجانا حول العالم، مؤكدا أن هناك اتجاها لترميم الأفلام المصرية المؤثرة بواقع فيلمين في كل دورة، موضحا أن هذا القرار يسهم في الحفاظ على التراث السينمائي المصري على مر التاريخ.